أنا اسمي أنوار مسلوت من فلسطين. من حق غيري أن يعيش في مجتمع متميز مثقف بعيدا عن الانحياز والتمييز العنصري لتفضيل الرجل على المرأة من ناحية التعليم وحرمانها من إتمام المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية والوصول إلى الجامعة وأخذ شهادة تتوظف بها وحرمانها من الوظائف العليا واقتصارها على الوظائف الصغرى مثل المعلمة وغيرها واقتصار الرجل على إدارات الأعمال والبنوك والمستويات العليا أما المرأة تقتصر على المستويات الدنيا وعدم مشاركتها في المجالس المحلية والمجالس القروية باتخاذ القرارات والإدارة على البلد من ناحية سياسية وإدارة المشاريع التي تأتي من الخارج لها المشاريع الزراعية والتجارية وغيرها.